بكلمة وحركة منهم بيساعدونا. الناس كلها بقت تهد، امال مين اللي هينضرب؟ ويضحكونا. بوروروم، شغلتك على المدفع بوروروم؟ لا والله، فتشني فتش. اسأليني انا مدوبهم اثنين. وجودهم بهجة حياتنا. كفاية، ما تبسطهاش اكتر من كده. الناس الحلوة. خليك فرش، ده احنا فرحنا ست الكل. يوميا في رمضان مع آمال علام. الإخراج سعدية حسين. من ناسنا الحلوة النهاردة فنان مصري له مكان واضح وسط نجوم الكوميديا. أول ظهور ليه ككوميديان كان مع ناظر مدرسة عاشور، وظهر الليمبي تاني في فيلم الليمبي واللي بالي بالك. مش بس كده، أتقن دور الست قطاطة اللي طاير منها برج. طبعا عرفنا بنتكلم عن مين، الفنان محمد سعد. أنا الليمبي، يعني أغلى أغلى المنطقة، يعني عمصين عدم وفدانين أجراء، يعني عشان خطوة صلاة عزور وصحبته وراجل اللي معاه بقى معرفوش صلاة عزور اللي أبوه استكبر لجيني فرح لمبي. أهو صلاة دي شهادة وفاة بابا ونسمع سلام لشهادة الوفاة. من مواليد 14 ديسمبر عام 1968 بمدينة القاهرة. بداية محمد سعد الفنية كانت في مسلسل وما زال النير يجري، ثم مسلسل من الذي لا يحب فاطمة، إلى جانب مشاركة في عدد من السهرات التلفزيونية زي لقاء المستحيل، حكاية سهى، لقاء الحب، وكيف تعيش بمرتبك. مين دول يا لمبي؟ يا له لا يكون حكومة، دخلتهم مش عجباني. انت خلصت المراقبة اللي عليك ولا تدري انت؟ ايوه من شهر. طب انا هعرف. يا حماية، الجراحة مات. ايه يا لام، في انتوا قاعدين ساكتين ليه؟ انتوا جايين فرح واحد محروق؟ هياصوا. احنا في السليم. السليم ايه؟ انا صلاح يا استاذ لمبي، مش فاكرني؟ مش واخد بالي. صلاح، ايام المدرسه لما ما كنتش احب اقعد جنبك خالص. ابتدائي مدرس عاشور، المدرس اللي ضربته بمطوه واتحبست عشانه. الله، ابو صلاح ابن الناظر. الدنيا ازاي يا جدعان؟ ازيك يا استاذ لمبي؟ الحمد لله على السلامه. وحشني يا استاذ لمبي، الله يخليك. وحشني قوي. الله يخليك. والاخ بقى مين؟ انا عاطف يا لمبي، اللي كنت قاعد معاكم في نفس الفصل. مش فاكرك يا اب. اهلا بابو صلاح. الله يخليك. هلا، هو بابو ما جاش معاك ليه؟ لا بابا، تعيش انت. يلا مش مهم. أما البداية السينمائية لمحمد سعد كانت مع فيلم الطريق إلى إيلات، وتوالت عليه الأدوار الصغيرة مع نجوم زي محمود عبد العزيز، أحمد عبد العزيز، عزة العليلي. لكن شخصية الليمبي اللي مثلها في فيلم الناظر فتحت له باب النجومية، جعلت منه بطلا في أفلام كثيرة زي الليمبي واللي بالي بالك والليمبي 8 جيجا. بعد ذلك توالت البطولات في أفلام زي تفتح، تك تك بوم، بوشكش، كركر، كتكوت، بوحة، 55 إسعاف، والجنتل. عارف هذا غريب؟ عارف لو الجات لدي يتأجل سبوعين، سبوعين اتنين بس، أكون أنا بقى طلعت البازابورت وأسافر على فم الخليج. أيوه، أسافر على فم الخليج وبعدها أنقتل. مش مهم، بس المهم إن أنا بقيت مطمن على مستقبلي. طب وتسافر ليه وتغرب روحك ليه؟ ما انت كده ميت ميت. احنا قبل زي ابوك. ايه هذا الحنك اللي معاك فين دي؟ ايه هتمجد مجاري من بوقك؟ ايه دي؟ شغل دي، شغل بصر دي، شغل دي، شغلها. من اهم اعمال محمد سعد التلفزيونيه في فقطاطة شمس الانصاري، الشارع الجديد، مرفوع مؤقتا من الخدمه. شارك ايضا محمد سعد في بطوله العديد من المسرحيات زي علاء الدين، فوق كوبري ستانلي، صبح صبح، كتكوت في المصياده، وغيرها من الاعمال. وشارك في فوازير زي العيال اتجنت وتياترو. فقطاطة يا نهار ابيض على سد، انت لو تشوفيها دي. طب انا هقول لك على حاجه ثانيه غير عندها كتكوت، هي غير فرج بتاعنا الكتكوت بتاعنا. وبعدين كتكوت ده راح مدلوق عليه شويه ميه ساقعه، كان الجو برد ده في اليوم ده وشرشق كده، وكتكوت عمال فايت الخبر ما دي كتكوت بردان، راحت واخداه لفاف قلب حته كده وحطها في قلب فرن البوتاجاز قايت الدفى شويه ونسيته.
وشبيها ريح الشياط وفتحها البوتاجاز لقينا الكتكوت ده عمال يعمل وراحت وخرج لها عيني وبص لقينا رجل ديبه شويه ورجل التانيه نص سوا. بس تصدقي ان الكتكوت ده بقى احسن فرخه بتبيض عندنا، احسن بيض بتبيض. اه والله بيض مسلوق على طول. محمد سعد حصل على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن مسلسل فيفا أطاطا، وجائزة أفضل ممثل من جمعية الفيلم عن فيلم الكنز الذي قدم فيه شريف عرفة الفنان محمد سعد بشكل مختلف ومغير، وحصل على جائزة النقاد لأفضل فنان في مهرجان الفضائيات العربية. بحبها يا لبي، بحبها. طب خلاص طب خلاص، يا ريت انك بتتزف بتتباع، بس لازم تضمن حقك. ايوه طبعا، اللي هتقول لي از، لا مفيش از، لازم تضمن حقك، وده واجبي انا عليا كصاحب. ها قبل ما يقع في الخطيئه لازم اقول له دي مضاد وكمبيالات. كمبيالات؟ وانا اشتري ثلاجه يا لمبي؟ يا تفهم، يا دي الثلاجه على الاقل ليها ضمان، انما دي شكلها متخزنه بقى لها كتير ملهاش ورق. انا بحبها يا لمبي، لو ما خدتهاش هموت نفسي. يا ابني ما انت كده كده متنيل على عينك ميت. الله، انا عندي تجوز ابن عمك يا اخي ارحم. يعني احنا جايين النهارده ناخد لاخونا احسن اختنا سمير ارضى، وربنا سامحنا على الجريمه اللي احنا بنعملها في الكون دي، بس يعني ربنا يكرم ان شاء الله. فاحنا كنا نستاذن ساعات من حضرتك. نعم على ايه؟ على ان شاء الله تسع يوم العيد ان شاء الله يبقى شكبه وتكتك تاك. الناس الحلوة مع آمال علام، سعدية حسين، بسمة صبح، هندسة صوتية محمود صبري.